أتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بيروت مع إليزا أبو خالد المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان. مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الموضوع ولماذا يزداد سوءا؟ دائما كنا نتحدث عن مشكلة اللاجئين ومعاناتهم خاصة بلبنان، الآن نتحدث عن تفاقم الوضع سوءا. مساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. بعد مرور أكثر من 7 سنوات من بداية الأزمة بسوريا، استنفذت مدخرات اللاجئين السوريين بلبنان وبغير دول في المنطقة. تقييم جوانب الضعف هي دراسة بنقوم فيها كل سنة مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهيدي الدراسة بتساعدنا في تصميم برامج المساعدات. وهالسنة ما بعرف إذا ذكر بالريبورتاج قبل، ولكن بين إنه تقريبا 60% من اللاجئين عايشين دون خط الفقر المدقع. صحيح. بلبنان على أقل من 2.8 دولار، وهي زيادة بنسبة من 5% من العام الماضي. وكمان يوجد ارتفاع بنسبة اللاجئين عايشين دون خط الفقر. بقى اليوم للأسف اللاجئين السوريين بالكاد بيتمكنوا من البقاء، وعم تعتمد العائلات بشكل زائد على المساعدات الإنسانية. طيب بموضوع التعليم، يعني على الأقل نتحدث عن جانب مشرق قليلا، موضوع التعليم أصبح أفضل في عام 2017، نسبة الالتحاق الأطفال وصلت إلى 70% مقارنة ب 52% العام الماضي. مضبوط، وهيدا للفئات الأعمار اللي تتراوح بين 6 سنوات وال 14 سنة. ولكن للأسف التحدي الأكبر بيبقى في المتابعة لدى المراهقين خاصة. نعرف انه في كثير مراهقين ما عم بيتابعوا دراستهم بلبنان، او حتى ما عم بيقدروا يتسجلوا بالمدارس، وفي اسباب كثيره فيها تكون صعوبه والالتحاق بالمنهج اللبناني بالمدارس الرسميه اللبنانيه، وفيه يكون لانه عم بيضطروا يشتغلوا، عم بيضطروا على العماله لمساعده عيالهم. صحيح، هو كله بيعود لنفس النقطة، يعني موضوع الوضع السيء، يعني الوضع الاقتصادي هو الذي يؤثر بنهاية المطاف في الوضع التعليمي إذا كان بالإمكان تعليم الطفل أو لا. طيب ما الجهود التي تعملون عليها اليوم بموضوع التعليم تحسن الوضع، بموضوع خط الفقر؟ نتحدث عن فقر مدقع اليوم كما قلت، يعني تفاقم حتى 5% عن العام الماضي، هل من جهود لكي لا يتفاقم أكثر على الأقل؟ بطبيعة الحال أكيد في جهود، وعم نركز نحن كمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغير منظمات عم نركز على الفئات اللي هي أكثر حاجة، وهيدي الدراسة بتساعدنا أنه نحدد البرامج الإنسانية على الفئات اللي هي أكثر فقرا. للأسف اليوم مع يعني قلة التمويل اللي عم توصل للمنظمات الإنسانية بلبنان، عم نضطر نركز المساعدات الإنسانية على فئات معينة. فاليوم عم نساعد تقريبا 200 ألف لاجئ بمساعدات نقديه شهريه لانه هن عايشين دون خط الفقر. اكيد نحن بنتمنى انه نوصل لنسبه اكثر من العيال، لان نعرف انه في عدد العائلات. هذا في اولويات وفق اختيارها ام لا؟ يعني العائله التي تضم اطفال اكثر، يعني نحن بننظر بجوانب الاستضعاف اكثر شيء، يعني جوانب الاستضعاف بالنسبه لحالتهم الاقتصاديه او الاجتماعيه، وبالنسبه لكيف الوضع اللي هن ساكنين فيه بلبنان. نعرف اليوم انه اكثر من نصف اللاجئين عايشين بملاجئ دون المستوى، كمان ان كان من الخيام او الجراجات والمستودعات او المباني الغير مكتمله. فاكيد المساعدات الانسانيه هي شبكه امان وهي اساسيه، فنحن عم نحاول قد ما فينا انه نطال اللاجئين اللي هن اكثر استضعاف بهالمساعدات، وخاصه بفصل الشتاء. نحن بدانا من شهرين بمساعده تقريبا 800,000 لاجئ بمساعدات نقديه بطالهم خلال فصل الشتاء ليقدروا يلبوا احتياجاتهم الزايده بهيدي الفتره. لماذا مشاكل اللاجئين في لبنان، معاناتهم في لبنان اكبر من اي دوله اخرى يتواجدون فيها سيده ليزا؟ يعني مثل ما بتعرفي لبنان هي دوله صغيره وتستضيف اكبر نسبه لاجئين مقارنه مع حجم السكان فيها. في لاجئين ساكنين بمناطق كان فيها مشاكل ان كان من بنى تحتيه وخدمات حتى قبل بدايه الازمه بسوريا. فنحن عم نحاول قد ما فينا تلبيه اكيد احتياجات الفئات الهشه من اللاجئين السوريين، ولكن كمان عم نحاول قد ما فينا من خلال برامجنا انه نطال المجتمعات المضيفه اللبنانيه اللي هي كمان تاثرت من هذه الازمه،
لنقدر نحافظ على الاستقرار يعني. ويمكن لانه بسبب سوء وضع لبنان اصلا، يعني في معاناه هي واقع بالنسبه لنا كلبنانيين اصلا، يعني عدم وجود كهرباء، عدم وجود مياه، طرقات البنى التحتيه. انا اشكرك جزيلا ليزا، انتهى وقتنا، اعذريني. شكرا جزيلا ليزا ابو خالد، المتحدثه الاعلاميه باسم المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين في لبنان. شكرا.